ويلكم باك شباب. سنقوم هذه المرة بالحصول على إنجاز سري بعنوان الإزهار الثاني، لكن في البداية علينا الحصول على حقيبة بذور الزهور من عند ذات الام بي سي الذي كنا نجمع له أصداف البحر من أجل الحصول على سلاح هامايومي. وعلى الأغلب الجميع حصل على حقيبة البذور هذه والتي ستكون ضرورية للحصول على الإنجاز السري. والآن ليتس جو، نقوم بالتليبورت إلى تمثال الإلكترو أركون في جزيرة تاتاراسونا، قليلا إلى اليسار ثم إلى الأمام حتى نصل إلى الام بي سي. نقوم بالتحدث مع الام بي سي، وبعد الانتهاء من الحديث معها يجب التحدث معها مرة أخرى واختيار الخيار الأول حتى نحصل على صندوق. نجمع الصندوق وننتظر حلول اليوم التالي، أي يوم حقيقي. نعود في اليوم التالي إلى الام بي سي ونتحدث معها، حيث تطلب منا إزالة بعض النباتات الضارة. نقوم بما طلبته منا ونهزم اثنين من هذه النباتات. نتجه إلى الثاني ونهزمه أيضا. نعود إلى الام بي سي ونتحدث معها لنحصل على صندوق. أيضا ننتظر حلول اليوم التالي ثم نعود إلى الام بي سي. نتحدث إلى الام بي سي حيث تطلب منا ثلاثة زهور وينتهي الحديث، ثم علينا التحدث معها مرة أخرى لإعطائها الزهور. وفي النهاية نحصل على الإنجاز السري الإزهار الثاني وعلى زهرة مجففة وعلى صندوق. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى بإذن الله.